السلام عليكم غزالة ديالي، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم عاطفه شانيل، ومرحبا بالمشتركين الجدد اللي تحقوا معايا في القناه. مصفى ديالنا البنات اليوم ان شاء الله، وديما اطباق العيد، عيد الاضحى ان شاء الله. غنشارك معكم بروشيت ديال اللحم او قطبان ديال اللحم، كيجيو رائعين بتتبيله جد رائعه واقتصاديه. كنتمنى المصفى ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجه ممتعه. البنات غنحتاجو في المقادير، عندنا هنا كما كتشوفوا عندنا اللحم قطعينه طريفات على حساب الكميه اللي عندنا ديال الاشخاص اللي عندنا في الدار. غنحتاجو القزبره معدنوس، عندنا هنا واحد البصله غنحكوها، والكمون والملحه والتحميره والبزار وشويه الزيت. غندوزو نحكو اول حاجه البصله، غنحكوها في هاد الحكاكه الرايضه باش تقرضها قرضه. المهم حنا تنحكوها الطريقه هذه كما خديت هاد البنات تقرضوها، نقرضوها. المهم انا ما كنقرضهاش، نحكها. ناخذ معلقه نديرو هاد القزبر معدنوس، ندير واحد المعلقه صغيره ديال الكمون، ديال الطريقه اللي عندي، الطريقه ديال ماما الشرموله كدير ليه هكا وكيجيو رائعين. يلا جربوا مع البنات ما تندموش. الملحه على حسب الذوق، واحد المعلقه كبيره ديال التحميره، وشويه البزار. هاد القطيبات البنات اللي كنتو غديرهم الاحسن ديروهم على بكري، باش نضيفهم شويه الزيت وشويه صافي. غنخلطوا هاد المقادير كاملين، نخلطهم بالدي انا باش دخلنا في الشرموله كلها. بالطريقه هذه كيجيو ديالهم رائعه، كيجيو جديدي. نجربوا الطريقه هذه، ما تنسوش عليها الله. دابا ها هو العيد ان شاء الله كبير قرب ان شاء الله، ديروا يجربوا الطريقه هذه كتجي رائعه. صافي الناس دابا غنشدهم ونخليهم يترقدوا واحد ساعتين ولا ثلاثه سوايع مزيان حتى الليل، عاد ان شاء الله غنشويهم. دابا يترقدوا لينا مزيان. صافي البنات، بعد ما تشملوا لنا القطيبات وخلاو خدا وقتهم خدا، وخليتهم واحد ساعتين بحال هكاك صافي. ودابا راني درتهم في القطبان، زلقتهم ودرت شعلت المجمر ودرتهم هنا في الشويه باش غنشويهم على خاطر ما البنات بلا ما نحتاج نسند عليهم. هانتوما تشوفوا راني درتهم في المجمر تيتشواو، كيجيو رائعين البنات، واحد الريحه طالعه منهم واعره. صافي دابا نخليهم يتشواو ونعاودو نطلقوا باش نشوفوا الشكل النهائي. صافي البنات، ها هو الشكل النهائي ديال القطيبات، كيجيو رائعين البنات ولذاذ، واحد الريحه ما شهيتكم فيها غزاله الصراحه. غتجربوهم ما غتندموش عليهم، لان بتتبيله رائعه. وضروري البنات بكاش المجمر ضروري كنديرها في المطيشه مشويه، لان كتجي لذيذه. راني شاركتها معكم في واحد الفيديو السابق بالتفصيل ديالها كي كتجي، وضروري خصني نرافق مع القطبان الفريت حيت بناتي الصراحه كيحماقوا عليه. انتما البنات راه كيجيو اللون ديالهم ذهب وكيجيو رائعين، غير جربوا الطريقه ما غتندموش عليها. صافي البنات، راه سالي الفيديو ديالنا، كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. وإذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليو ليا أكبر عدد من اللايكات وتشاركوا الفيديو.